لا مش مسلم. عندك بزاف تعرفنا ولا سي لا بروميير فتطلع ولا؟ سي لا بروميير فوا نطلع، عرفتكم صافي واحد 3 سمان ولا 4 سمان هاي. وكيفاش عرفنا؟ تحت في اللايف تاعك في تيك توك. اوكي هيا تفضل احكي لنا كيفاش. تفضل خويا خذ راحتك، تنفس مليح وخذ راحتك واحكي بكل راحة. ايوه حاب نحكي لك حكايه. شوف انا الحكايه تاعي، انا تما ملي كنت صغير وكاع، بون كنت ما باش لا نقدر نقولها ولا مسلم، نقولوها هكذا باسكو تربينا هكذا، و في لا فامي، في المسيد، في الليسي، تو سا. مي كنت دون ان انفيرونمون وين تقدر تقول واش تحب، تقدر تكريتيكي، تقدر تكريتيكي لا روليجيون، الله، الرسول، وتقدر تسقسي، تي فوا. دونك تقدر تكون ما مسلم بصح ماشي ملقن كيما انت تقول. ومن بعد الحق واحد الوقت كنت في الصدير، كنت انا ثاني كيما الغاشي تقدر تقول، كنت نقول لا ميم شوز كيما يقولوا الناس. وقريت واحد وانا كنت نسقسي، تما شوي كيلكان دو براغماتيك، نسقسي ونشوف وكنت نقرا في واحد الكتاب تاع ميشيل اونفري، وراني هذه اللي حاب نحكيها. شوف هذه اللي حاب نحكيها، كنت نقرا واحد الكتاب لو تريتي دا تيولوجي تاع ميشيل اونفري. لحقت لواحد الباساج راني شافي كي اليوم، جو سي با، باج 48 ولا حاجه كيما من هاك. لحقت لواحد الباساج قريت حاجه اللي ساي جي باسكولي دو لوت كوتي، ما بليش راكم فاهميني ولا، بصح حاب نحكي هاد الحكايه بالضبط وهاد الباساج. اتسمع، حسيت في هذاك الوقت، في هذاك لو مومون، حسيت بواحد لا بانيك انتيريور، دخت كنت دايخ، كنت دايخ بوندون دي مينوت. حطيت الكتاب اكوتي وكنت دايخ بوندون دي لونغ مينوت، كنت دايخ كاع ما، باسكو سي كوم سي في هذيك اللحظه بالذات اللي خلاص هذاك الشك اللي كان عندي. وانا كنت نقول لو كونترير بور باش نكريتيكي، باش بور لي بروفي الكونترير ولا. ومن بعد ميم سون فير اتونسيون قلت لها، انا راجل، ربي إما برومي في الجنة، إما برومي دي فام، دي فيارج، دي فان، اتسيتيرا، وانت واش برومالك؟ ما زادتش دقيقة في الإسلام. هذه حكاية بركة هكذا. وانا سون فير اتونسيون، سيتي ميم با ان ارغيومون ولا حاجة بريباري ولا، في لا سكوند هذيك قلت لها واش انا راجل، كنت ها واش لا فامي برومالك؟ تاعك على بالهم بلي تخرج من الاسلام ولا؟ ما على بالهم، على بالهم تقدر تقول، بصح هو بار بات ساعات ما على بالهم وما على بالهمش. على بالهم دون سونس وين يشوفوني مون كومبورتمون، مي برانسيب اي تو سا، بصح ما قصروش عليها اون بارتيكولي. ما وتصوم باغ اكزومبل نو وتفطر كي تكون معاهم في الدار ولا تي في سامبلون؟ نفطر نورمال. اوكي اخويا يعطيك الصحة وبارك الله فيك. بون دقيقة تشوف يعطيكم الصحة. جو سي با سي سي يوتيل او با، راني طلعت وقلت كان هادو زوج حكايات حبيت نحكيهم. جو سي با سي سي يوتيل ليكم ولا لي راه. ميرسي ميرسي مون امي، يعطيك الصحة، ميرسي بوكو، ميرسي يعطيك الصحة، شكرا. بون الاخت رسلت لي اخيرا وصلتني وافحمتني ونستعرض بها امينه والله لا بهدلتني. هي رسلت لي للامانه، رسلت لي تكست بهدلتني هذه الاخت هذا، يعني حشمان دروك واش نقول لكم واعتذروا. انا نقولها لكم ديريكت، توجور كي يهضر معك المسلم توجور طالبوا بالدليل، باسكو راه يقرا وما يعرفش، راه يقرا بالعاطفه ويتيري بركه. الحكمه من جعل شهاده المراه نصف شهاده الرجل. لي قريبه المانيه غير مسلمه، شوف ربك، شوف هذا السيت هذا تاع علماء المسلمين بصح يعرفوا غير النكاح والخلو بالمراه. وهنا اختلينا بك اختي، واش يقول
وش قال له؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وبابا. فأن اسمعوا مليحة، ننصحك بتجنب مخالطة هذه المرأة إلا بقدر ما تطلبه دعوتها إلى الإسلام، إذ لا تجوز الخلوة بها ولا الدخول عليها إلا مع محرم. ففي الصحيحين أن رسول خمو غيف النيك، سمحوا لي، هذا الدين هذا يخمو غيف. قال لهم واحدة نعرفها قريبة كذا كذا، ما عرفوها لا بت فاميلتو لا صديقته لا الخلاق تاعو كلش، ديرك تروح لك ينصح لك الخلو. الخلو تخيل واحد يكتب لك كيما هكا اديلت، يا ربك يكتب لك كيما هكا حمار، يكتب لك يقول لك انت ما تنكحاش اتونسيون تخلي بيها. باسكو الرسول تاعهم كان مريح مع الصحابه في الحديث تاع اذا ابصر احدكم امراه فلياتي انا، فاتت امراه ما قدرش يصبر. تخيل انا واحده سقساتني لازم لي باغي ننكحها، خلاص هدرت معايا واحده سقساتني لازم لي باغي ننكحها، دين النكاح هذا ما كانش تريح معايا واحده. استغفر الله واتوب اليه. ذلك لان اسمعوا، ذلك لان الشيطان، والشيطان دائما لوسيفر انت بارتو مذكور، يعني لان الشيطان يجري من بني ادم مجرى الدم. اوه يا رب، يعني قال لك كيف الدم، قال لك ساكن الانسان في الدم كاين لوسيفر. لي جلوبول بلونج لي جلوبول روج وكاين لوسيفر. تيماجين ربي يبعث الرسل يجوز على جبريل، الشيوخة تاع الجامع، خطبة الجمعة، القرآن، الداعية، الريال، كلش هادو قاع مخدومين باش الكلام تاع الله يجوز. الشيطان وي واش قال له؟ يربح حلفه. قال لك وما خلا رجل بامرأة إلا كان لوسيفر ثالثهما. يا رب يعني تبقى خلو واحد اللي جانت وحنا مساكين هذو كيفاش يأمنوا هذا يعني دائما انت مريح مع صاحبتك تحبها ولا خولك تاعك ولا الاخرى تاعك، لوسيفر راه داخل بيناتك. وقال لك ان تما ربي ما كانش، تما ربي ما كانش، وي وي ما كاين شيطان، كاين زوج ربي الله يعلم. ربي ماهوش بيناتك، ما كان والو، ما يدير والو. فاعلم ان المسلم يكفيه من تبرير الحكم اي حكم انه ورد في كتاب الله وعليه، سمعي مليحه، اجماع الامه الاسلاميه، وقد ورد في قرانك ان شهاده المراه نصف شهاده الرجل. كنت في بلاصتك كان مخلوع كيف سلسلت لي هذا الارتيكل، اكبر اهانه للمراه للبشر هذه لي انا كرجل، ما نحبش هذا الشيء على يمه على بنتي على اختي، كانت اهانه وانت نورمال حشمتي ورسلت ليه وكلش. فيكون فرجل وامرأتان بقرة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن التمييز به المرأة عن عواطف وانفعالات ووجدان وميول في موقف ميل إلى السكينة والراحة والخلود، كلها أمور تجعلها في رتبة دون رتبة الرجل. رتبة على المرأة ماهيش كما رتبة على الرجل، يعني جولدن ماير هذيك الإسرائيلية اللي نكحت كاع رؤساء العرب وريحتهم على قرعان، هذيك المرتبة تاعها ضعيفة. ولا مارغريت تاتشر، ولا يعني أنجيلا ميركل، ولا النساء نتاع اليوم اللي راهم هما يقودوا العالم. سيدي في الحجم والخطأ ما كاش، هناك دراسات نسيت اسمها، عن عالم نسيت اسمه وعن جامعة نسيت اسمه، باسكو لقاو المعيز. دقيقة دقيقة برك خذي راحتك، خذي راحتك، خذي راحتك. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا رؤوسكم فوق رؤوس النبي. قال لك ثانك يو ثانك يو ماي دير فريند فريند. ما على باليش واش عندهم مع نواظرك يا ميهوب، ما يفهموش ما يفهموش الحاجة اللي راه موراها. ما فهمتش انايا، الو ظانين باللي لازم تجي دير رايبان ديرني كري وشغل تبريزونتي شغل لبس كوستيم، يعني شغل لازم لك كوستيم يا ربك. ما فهموش لا فهم. ميهنسي ميهنسي هذه اللي ساكخي كيكو شوز. انا ام نوت ستيبيد، اي نو ذات، that's why I am making this. وهذا النواظر هذوما مازال ما تعرفوهمش، غادي نهار نحكي لكم اللي صور تاعهم. الأستاذة جيتي رجعتي كنت سمعتي فيا؟ الو وي كنت سمعتي فيا؟ وي
غادي نحكي معاك. مي عمك مي هو بشوفي جونتي بزاف والنساء عنده شيء مقدس فقط. معليش اللي عنده حاجة صح وحقيقة شغل يبينها لنا، ما تبقاوش تضحكوا الله يعطيك الصحة، ما تقاطعينيش وما نقاطعكش، هذا ما كان. أنت قلتي الإسلام ما حقرش المرأة. وي ما كاش مشكل. غادي نديروا نانولوجي، كي تبان لي بنت ذكية ناخذوا نقطة بنقطة. غادي نديروا مقارنة، باسكو باش نعرفوا حاجة لازم نجيبوا زوج صور ونقارنوا بهم. أنا غادي نروح نجيب ورقة وستيلو كناش تاعي، ندير لك مقارنة بين النرويج، حقوق المرأة عند في النرويج وحقوق المرأة في الشريعة الإسلامية، ونشوفوا شكون اللي أحسن. نبداو بالموضوع اللي ده. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد. معليش لا كي تجيني هذا الشيقان نقرا هذه الايه نقرا هذه السوره يروح لي تروح لي هذا اسمعي شوفي. انت ما هذا استهزاء بالدين؟ لا لا، هذه يعني جربتها، دائما كي نقرا هذه السوره هذه يروح لي هذيك كيفاش تسموها، انها شهيقه ولا مش عارف كيفاش يسموها، شهقه. شهقه اوكي. انا هذا استهزاء سماه. كيفاش استهزاء؟ الله يهديك بنتي، مسلم صح؟ بينصير مسلم اوكي، ولكن ماشي مسلم سني، انا مسلم مرقع، وكما تسموهم انتم كفار، انتم مكفريني، لخاطر انا ما نامنش. واش الايمان تاعك تايا؟ واش تامن بالضبط؟ باسكو انا عند الله ملحد. لا لا اعوذ بالله، انا ملحد. راك تكفري، راك تلحدي فيا اختي. مانيش نكفر فيك، سميتو انا 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 دوك نفهمك، دوك نفهمك. انا نامن ولكن عندي بزاف ايات ضعيفه. شوفي النقطة الأولى. أوكي ما نقاطعكش، ده ما كانش مشكلة عزيزتي. النقطة الأولى في النرويج يقول لك سن الزواج، دوك راني نقارن لك، سمعي مليحة باش تفهمي في البداية، نديرو منهجية. راني نقارن لك قانون قانون، مانيش نقارن لك بأفعال البشر. في النرويج يقول لك سن الزواج 18 سنة، في الإسلام يقول لك ما كانش سن، يعني واحدة عندها 5 سنين تقدر تتزوج، بعد 50 سنة يدخل عليها 8 سنين 9 سنين. هذا في القرآن، في السنة، في الإجماع. وين شفتها في القرآن؟ أعطيني دليل. بسم الله الرحمن الرحيم، وإن خفتم نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال. على بالك شي القرآن؟ وشنو؟ أنتم القرآن تفسروا فيه على حسب مستوى الوعي تاعكم، على بالك شي يقول القرآن؟ نعم دوك نفهمك. انا لا، جامي جامي جامي. ريهانا انا قلت لك ما تقاطعينيش، ريهانا انا قلت لك جامي 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 في اللايف تاعي. ما كاينش واحد عنده كنترول على اللايف تاعو كيما انا، وغادي تروحوا تشوفوا. جامي نسمح لنفسي ولا شخص عندي يطلع عندي يفسر القران وحده. دائما كي نجيبوا ايه نروحوا نشوفوا قواعد التفسير، إذا الرسول فسر هذه الآية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر بعض الآيات، كما بايزم هذيك الشمس اللي تجري لمستقر لها، هذيك فسرها الرسول. هنا ما نحتاجوش تفسيرات تاع البشر. إذا ما لقيناش نروحوا لعلم الأثر. العلم الأثر يعني السلف الصالح، للسند تاعو يروح حتى للسند، هذيك لاشين دو ترونسميسيون مش عارف كيفاش يسموها، هذيك تروح حتى للصحابة والسلف الصالح، يعني علم الأثر، يعني الشيخ المفسرين الطبري، ابن كثير، البغوي، القرطبي، السعدي، هادو واش يقولوا؟ كل هذا مجمعين على أن واللائي لم يحضن هي الطفلة الصغيرة التي لم تحض لعدة 3 أشهر. أو نعم القرآن ما يقولش هك. تحبين ندير لك الشيخ الفوزان، صالح الفوزان، أكبر درك علماء درك. أي واحد راح يجاوب على حساب تفكيره. معليش مدام، نعطيك زوج دقائق والو غادي يخلص. مدام نقدروا نسمعوا الشيخ الفوزان زوج دقائق؟ أوكي. هذا اكبر علماء اهل السنه والجماعه اليوم اللي راه عايش اليوم. تعرف بيه انا صار بالقران. وي غادي يقرا لك القران وغادي يعطيك تفسير السلف الصالح. واش يضمن لينا بلي ماهوش يخرط؟ تفضلي جيب لنا تفسير يلا. اما لا خلاص نغلق المايك تاعي، روحي جيب لنا تفسير تاع الايه ولا الى ما يحدث. شوف انتم المشكل تاعكم انه السنه تعبتكم لهالدرجه. علاش تاخذوا كل علاش تاخذوا كلش على محمل الجد؟ شغل اي حاجه واي حاجه. معليش فسريها انت الايه ولا الى ما يحضر. الرسول تاعكم قال هكا وقال هكا وقال هكا اوكي، باسكو قبيله انا كي طلعت في اللايف لقيت اسئله ما كنتش. معليش نقدروا نكملوا في الانالوجي اللي فهمنا عليها. نعم نقدروا نكملوا في المقارنه اللي انا وانت فهمنا عليها من فضلك. معليش قاعده نقول لك باللي السنه انتم تعبتكم. معليش اللائي لم يحضر الايه هذه. خليني دوك نجي. انتم السنه خي تعبتكم. ما انا مانيش ما نديش ما نامنش. معليش انا ما
ما رانيش نهضرلك على السنة، يا راني خويا نهضرلك. يا خويا، علاه ما تديوش كل ما يطابق في القرآن والسنة؟ لأنه إحنا المسلمين وفي العلم الحديث خلاص غادي واللي راه، نقطع هادي، خليني نهضر لك. أنا نقول لك الآن عندنا آية قرآنية، عندنا التفسير تاعها، عندنا 21 حديث أن الرسول تزوج عائشة 6 سنين ودخل عليها 9 سنين، 21 حديث في أعلى درجة صحة، عندنا الإجماع نتاع المذاهب الفقهية الأربعة، الحنفية، الحنابلة، المالكية، الشافعية، كلهم مجمعين على أن الطفلة الصغيرة تزوج بدون رضاها، الأب تاعها يزوجها وهي ما عندهاش رعي. إجماع، يعني حاجة بسيطة جدا، واحد مسلم بسيط يعرف هذه المعلومة هذه. ألور شكون القانون مليح؟ اللي قانون تاع الله اللي يبيح زواج الأطفال، نكاح الأطفال، ولا القانون النرويجي اللي يقول لك البنت تزوج 18 سنة؟ خليني تجاوبني باش نروحوا النقطة الزوجة. اوكي، القرآن ماشي حاجة خلاف، يقول باللي زواج البنت اوكي يكون تحت القيم الدينية، توافق ولي الأمر والطرفين. ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بغيت نعرف واحد النقطة برك باش نقدروا نتناقشوا في الشيء اللي نقدروا نهضروا عليه. اسكو انت لو كانت تسمع مثال كلام عن حق، اسكو تتبع ذلك الحق أو تنكر؟ مثال لو كانت تعرف أنك أنت على باطل، هل تتمسك بالباطل أم أنت تبحث عن الحقيقة مثل ما نبحث هنا عنها نعم، نحن؟ أنا الحقيقة الآن أشهد، يعني إذا جبت لي الحقيقة أشهد. يعني لا، فهمني، أنا مانيش نتحدى فيك، احنا كلنا نعم في نعم اجتهاد. أنا أتبع الحقيقة، وأي تعطيني دليل هاي هكذا نكون في توافق معك، معلش. لأنه كاين معلش، هل ناس أنت من أهل السنة والجماعة؟ أكيد من أهل السنة والجماعة. أتفضل خويا. الحمد لله. هل نكاح الطفلة الصغيرة حلال راح نتناقش في حرام؟ أه؟ تخرج تسقم الإنترنت تاعك خويا، سقم اوكي، الإنترنت مش مشكل، سمح. سقم الإنترنت اقدر مليح الانترنت تاعي. راك تسمع فينا؟ اوكي تاخذ صعب، راني نسمع فيك بيان، نسمع فيك. راك متأخر شوية، راهي حمراء عندك. ها فوالا هاكا راهي جات. هاي هاكا بعد مليح. بسم الله الرحمن الرحيم، انت وش معليش قلت؟ ما كان لا بسم الله لا والو. انت وش قلت؟ هل نكاح الأطفال في لا الإسلام؟ في القرآن، في القرآن لا بنقرأ لك القرآن، اسمعني راح نتناقشوا في الأمور اللي كنت تطرح فيها عادي. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم؟ واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن ماشي هذه، نو واهجروهن نو في نو نو المضاجع نو 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 واضربوهن. اغلق رب المايك، ماشي انت دي سيدي واش نحكم، اغلق رب المايك. الآن السؤال تاعي اللي راح نبداو به وراح نبنوا عليه، هل نكاح الطفلة الصغيرة في الإسلام حرام أم مباح؟ هل تعلم متى تبلغ الطفلة؟ سن بلوغ الطفلة وش هو على بالك علميا؟ الطفلة متى تبلغ؟ ما فهمتش، لماذا تتكلم عن البلوغ؟ البنت متى تبلغ البلوغ؟ في مرحلة البلوغ عند الطفلة معلش من أي يا سنة أخي، تبدأ؟ عندك درت حوارات قبل ولا ما درتش؟ درت مرة واحدة، أنا ما إذا نقدرش التزم. نتحاور نعم مع معليش معليش، إذا أجبني على السؤال نعم أم لا، وأعقب عليه كما حبيت من فضلك. هي هل أنا قلت لك نعم يعني نكاح حلال، الأطفال في الإسلام حلال؟ حلال لأن سن البلوغ من عند البنت يبدأ من 8 سنوات فما فوق. سن البلوغ يبدأ عند البنت من 8 سنوات إلى فما فوق، وهذا مثبت علميا، روح ابحث عليها متى يكون أول حيض أو أول دم حيض عند البنت راح تعرف علميا هذه، فهمت؟ ويكون صحيح. ذلك في تسريح الولي. معليش يعني في البلوغ، يعني من قال بالبلوغ في الإسلام خويا؟ يعطيني مصدر. ابحث دير دروك فترة البلوغ، مرحلة معليش، البلوغ ما عند قلت لك البنت في العلم، علميا خبره قلت لك في الإسلام، جامي دير روحي. أنت بتتحدى أستاذ 9 سنوات، النبي صلى الله عليه وسلم، أستاذ النبي صلى الله عليه أستاذ وسلم آتى. أستاذ اسمع سؤالي، أنت ادعيت بالبلوغ، من فضلك من قال بالبلوغ في الإسلام؟ شكون اللي يتكلم عن البلوغ؟ أنتم تقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وهي بنت 9 سنوات، كيف ذلك؟ روحوا شوفوا مرحلة فهمش. البلوغ عند البنت تجدون هل أن عائشة كانت لديها بالغة؟ هل عائشة كانت بالغة كي دخل عليها رسول؟ هي 9 سنوات بالغة اتفضل، مش بالغة أعطينا دليل. علميا فترة البلوغ عند البنت من 8 سنوات، وش من علمي وش هيك تهدر؟ هل هناك نص؟ هل هناك أنتم حديث، أنتم في ولو الحديث، هذا في حديث ولو البخاري ولو ولو
والو يا ربك تقول هذا اللي يطلع في الإسلام. هل هناك نص يتكلم على البلوغ، أن البنت يجب أن تكون بالغة، أم هناك نص في الشريعة الإسلامية؟ اسمع مليح باش تفهم، راكم غير تيروا، اسمع مليح. هل هناك نص في الإسلام يقول مثلا لا يشترط البلوغ في الدخول على طفلة صغيرة، ولا هناك نص يقول يجب أن تكون بالغة؟ فهمت السؤال؟ فهمتك. شوف، تعال باش تكون فهمني يا ميهوب. انت كي طلعت عندك دروك، شوف باش انا نطرح عليك الفكره باتبي لي اذا صح راني غلط فيها. غادي نعاود والو 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 يا ربك تقول راني. هل في الاسلام، انا عندي نص للشيخ النووي البارح ولو البارح، موجود في 100 يوتيوب تاعي، وكل علماء والفقهاء المسلمين متفقين على انه لا يوجد شيء اسمه البلوغ في الاسلام، وانما في قاعده فقهيه هي القدره على الوطأة. انت الان ادعيت البلوغ، قلت لنا نعم كاين البلوغ في الاسلام. اتفضل، من قال بالبلوغ في الاسلام؟ ما تقوليش العلم كذا، اعطيني نص شرعي بانه البنت لازم تكون بالغه حتى يدخل عليها واحد. شكون قال هذا في الاسلام؟ القران، السنه، الاجماع. تفضل. اوكي، عندك حديث النبي صلى الله عليه وسلم على في صحيح البخاري ومسلم على انه اتى عائشه عليها وهي 9 سنوات، عندك ولا ما عندكش حديث هذاك؟ يا كنت تقول فيه، كنت نسمع فيك تقوله. بون، هذا على بالك، هذا اسمه استنتاج في الحوارات. انت دخلت، الرسول دخل على عائشه، اسمع مليح باش تفهم، الرسول دخل على عائشه انها 9، العلم يقول ان البنت اليوم، ماشي بكري هذاك الوقت، بس كنت راك تكذب، دوك نعطوك الدراسات العلميه، ودوك نجيب لك بلي انك تجيب لي الدراسات العلميه بانه البنت هذاك الوقت كانت تبلغ عندها 8 سنين، يعني كانت تحيض عندها 8 سنين، راك تيري، دوك نلزمك بهذا الشيء وراح تدخل في الحيض، بصح ما كاينش مشكل. اليوم نعم البنت تحيض 8 سنين، تقدر تحيض ما 6 سنين 5 سنين، ولكن عموما 8 سنين 9 سنين تحيض. نعم، انت درت استنتاج بانه ما دام الرسول قال عليها 9 سنين واليوم راهم يبلغوا، اذا كانت بالغه. هذا يسموه انت استقراء درته، ما هذا ما لا يعد في الشريعه الاسلاميه، ما نحسبوش في الشريعه الاسلاميه. علماء الامه، هل البلوغ هو شرط ام غير شرط؟ النووي يقول لك لا يشترط البلوغ في الدخول على البنت. فهمتك. قلت لك في رواية في عن البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين وبنى بي وأنا بنت 9 سنين. ما معنى بنى بي؟ ابحث عليها، وهي رواية الأكثرين هذه، وبنى بي وأنا بنت 9 سنين. تقول لي العلم الحالي راه يقول أنه فترة، معليش ما غادي نعاود السؤال، ما كانش قاعد يسمع فيا، نعاود لك السؤال بالقريصات والخشيبات. البلوغ، انت قلت البلوغ في الاسلام، من قال بان البلوغ شرط من شروط الدخول او شروط الزواج؟ شكون اللي قال هذا في الاسلام؟ لان النووي. اوكي، انا فهمتك. ما فهمتنيش انت على هي غير انت... شوف معايا. دوك نعطيك المصر. انا مانيش نتحدى فيك على فكره، حنا نوصلوا للحقيقه باش ندير في راسك. انا كنت تكذب. غادي نقول ليش نكذب؟ انا عندي الدليل العلمي، نبحث عليه تلقى. ما كاش علم، انا نهضر لك الشريعه. دوك راك تكذب، دوك انا غادي نفتح المايك ونوري لك النص، انه في الاسلام الفقهاء المسلمين يقول لك لا يشترط البلوغ. انت قلت كاين البلوغ، مين جبت هذا الكلام؟ لا يشترط البلوغ عندنا النكاح على طفله، جيب لي الدليل. نو، انت تجيب الدليل. انت قلت انت مامور بالدليل. انا عندي الدليل، النبي صلى الله عليه وسلم اتى عائشه وهي بنت 9 سنين معناتها بالغه. انت ما عندكش الدليل، جيبه. انا غير مطالب بالدليل، لان لدي الدليل بانه اتى وهي 9 سنوات. تفضل اعطيني دليل باللي 9 سنين هذاك الوقت كانوا يحيضوا 9 سنين. تفضل. كانوا على، واش الفرق بين هذاك الوقت والحين؟ واش الفرق؟ ما فهمتش. نعم كاين. اوكي. تفضل. اوكي، معليش. شوف، كاين دراسه درتها السعوديه، دونك ماشي انجلترا ولا البي سكاندناف، دارتها السعوديه. معدل السن تاع الحيضه الاولى في السعوديه اليوم راهي في 13.05 سنه. هذا هو المعدل. اوكي، والمعدل هذا، معليش نكمل، معليش تغلق المايك تاعك، بس كنا يا درك نقول للناس اللي راهم لتحت، او نكتب
لتحت مناركي اوكي هذه هي اوكي كتبوا الكلمه هذه زيدوا لها سعودي ارابيا دير عربيه سعوديه اوكي تخرج لكم دراسه اللي دارتها دارها معهد سعودي مع معهد امريكي تعاون وداروها على بزاف البنات اوكي معليش من بعد طلعها في الصفحه تاعك معليش نكمل معليش نكمل معليش نكمل معليش نكمل بالك مامي هو راح يوري الدراسه هذه في هذه عادي ماذا بين انا قلت له قلت له احنا نريد معليش نكمل معليش نكمل معليش نكمل معليش نكمل اغلق المايك سي تبلي دونك الدراسه هذه واش راهي تقول تقول باللي الدراسه هذه تقول لك باللي الطفله عموما التحيض الحيضه الاولى تاعها لا ميناغش مناركي بلونغلي اوكي 13 سنه 13.05 والحيض هذا كان قبل في التسعينات كان يجي لها البنات هذوك تاع السعوديه كان يجي لهم 13.26 سافيدير الحيض اليوم عاود زاد هبط لاج تاعهم وبكري بكري كاين دوتر زيتود 14 15 سنه اوكي نبقاو تاع السعوديه دونك ما راهيش 8 سنين ما راهيش 9 سنين ما راهيش 10 سنين ما راهيش 11 ما راهيش 12 راهي 13.05 هذا هو المعدل في السعوديه ماشي في الجزائر ماشي في البلدان الاسكندنافيه جبت السعوديه على السعوديه اللي باسكو تما كانت عائشه دونك باش ما تقوليش بلي المناخ وتروح لي المناخ وهذه وهذه اوكي زيد في الاسلام البلاغ البلوغ ليس لا لا سيفر 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 معليش اسمع لا نو سيلتبلي هذه النقطه راني حاب الدليل يعني نفتح الكاميرا بون كنت تسمعوا هنا الاخوه المسلمين سمعوا مليح دوك هو قال لي جيب لي دليل على البلوغ دوك هو قال دار ادعاء انا نجيب له دليل ما كاينش مشكل راح نجيب له دليل راح نفتح الكاميرا نعطيه الدليل بصح هو شوف كلمه ما تقولهاش راح تفتح الكاميرا وتعطينا الدليل باللي البلوغ هذاك الوقت كان 8 سنين انت طفله صغيره بسم الله نقرا واش يقول دليل علمي ولا دليل من الدين بيسر من الدين واش يقول روحوا عند ابن حجر العسقلاني رحمه الله فيما يخص الدخول بالصغيره والاستشهاد بالآية القينة وعليه في الصغيرة التي تنكح لا تسلم لزوجها حتى تكون مؤهلة ولا يشترط البلوغ بل القدرة على تحمل الوطء ولو حصل الدخول عليها ثم طلقت تروح النووي أما وقت زفاف الصغيرة المزوجة سمعت لا يشترط البلوغ راه ينقل لك الإجماع نتاع الأمة والدخول بها فإن اتفق الزوج والولي على شيء اسمع مليحة لا ضرر فيه على الصغيرة أم الولي وإن اختلف قال أحمد يعني عند الإمام أحمد تجبر على ذلك بنت 90 دون غيرها يعني لا الأب أوكي فهمت ما كاش أوكي أغلق ديننا ربر المايك أغلق ما كاش أوكي من بعدها أنا يجيب لك دليل باللي البلوغ لا يشترط في الإسلام أنت يا الآن غادي تفتح الكاميرا وتجيب لنا دراسة علمية باللي البنت أوكي أوكي أنا مبين لك أنا اسمعني أنا مبين لك أنك أنك أنت شغل مازالك لحد الان تقرا وماكش تفهم هو كي قالك لا يشترط البلوغ واش معناتها قادر انسانه تكون بالغه ولكن لا تتحمل الوطء معناتها شغل نتايا البلوغ ماهوش شرط في حاله في حاله واحده الا اذا انت ذاك البنت هذا كون بلغت بصح ما تتحملش الوطء تاع اي انسان مثالي يجي يجي باش يتناكح معها ما تتحملوش معناتها كل قال هذا كل قال اسمعني اسمع باش تفهم روح زيد فسر الكلام اللي تهضر فيه باش تفهم نعم معليش معناتها يعني البنت دقيقه صح نعطيك شرط اخر نعطيك شرط اخر غلق راك حصلت راك حصلت ما تسكتنيش باش تقول لي حصلت خويا وقال النووي رحمه الله اما وقت الزفاف الصغيره المزوجه والدخول فان اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على صغيره عمل به وان اختلف عن قلت لك هنايا يعني اذا كان الأب والزوج اتفقوا ما متكون قبل 9 سنين يقدر يسلمها له إلا هما كانوا تفاهموا بيناتهم وشافوا يعني البنت ما عندها حتى كلمة كي شغل سلعة بقرة حمارة وإن اختلف تجبر على ذلك بنسى وقال مالك والشافعي وتحد ذلك أن تطيق الجماع يعني مكش بلوغ يعني تكون 6 سنين 7 سنين 8 سنين 9 سنين فقط إذا رأوا أنها تطيق الجماع
خلاص يسلموها واختلف ولا يضبط بسن، وهذا هو الصحيح، وليس في حديث عائشة تحديد. أغلق دين رب المايكة، أغلق رب المايكة، راه إجماع. تعرف أنا راه الجمهور باش نعلمك بالقريصات والخشيبة كيكونوا ثلاثة، راهم ثلاثة من أربعة، مالك والشافعي. هذه المعلومة ما تعرفهاش أنت جاهل، هنا راه إجماع، راه ثلاثة كيكون كيكون أربعة يكونوا إجماع، هنا راه قول الجمهور، راه كسكرة ثلاثة. هذه المعلومة ما تعرفهاش أنت، تعلمها عند عمك ميهوب. اسمع مليح واش يقول لك هنا، اسمع. وليس في حديث ولا المنع من ذلك في من أطاقته قبل تسع، ولا المنع يعني ولا الإذن في من لم تطقه وقد بلغ التسع، ولا المنع من ذلك في من أطاقته قبل تسع، يعني ما كان لا بلوغ لا والو، تكون قبل تسع سنين. مام هدرتك لو كان صحيحة اللي هي خطأ، بصح مام هدرتك لو كان صحيحة يقول لك مام إذا تقتل قبل تسع سنين صافي، دير ما عندها حتى علاقة بتسع سنين ولا البلوغ، يعني بالقريصات والخشبات. الآن كاين حاجة واحدة ما غادي تهدر والو، غادي تعطينا الدراسة العلمية اللي تقول بلي هذاك الوقت كانوا يحيضوا 8 سنين 9 سنين. يا أخي فهمني، أنت راك تقول تقرأ في كلمة اختلاف ويختلف. معليش، دراسة علمية تقول بلي البنات هذاك الوقت كانوا خدعك، طلبتني بالله بالدليل، جبت لك بلي البلوغ ليس شرط. دراسة علمية، أعطيني الرقم دروك، بدل الباجا، بدل الباجا، أعطيني الرقم تاع الدراسة. أنا سمعني باغي نقول والو 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 والو، دراسة علمية، دليل 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 دليل. المشكلة على أنه أسمع دليل. بون أهبط عليا، أهبط عليا، خرايين. يا ميهوب، ميهوب سيل تو بلاي، اسكو تقدر تحوس على ليتود هذيك اللي قلت لك زوج كلمات تجبدها، باش ما يقول باسكو يقولوا لك الكذب وكلش باش يشوفوها بعينيهم. اكتب برك مينار ميناركي ام او ان ا ار سي اش او، اكتب سعودي ارابيا وتجبدها، تجبد ان سي بي اي ان ال ام، بعد عندك سان سيت غوفرنمونتال تجبدو ديريكت. باش يشوفوا كي يقولوا لك 8 سنين وكلش، فوالا هذاك هو. ميرسي بوكو، سي بي ام سي باب ميد. دونك فوالا، دونك اهبط هكذاك برك نشوفوا، تلقى 13.05 بالك سوا في لا كونكلو. استنى باك جراوند، هبط زيد زيد، هبط ريزلت، فوالا حبس ثم فوالا. ها هو، اقرا نقرا لك. فور 989 سعودي ويمن، the mean age at menarche was 13.05 years. Okay. Donc, حكموا ان échantillon تاع 989 بنت سعوديه، واش لقاو؟ باللي الحيضه الاولى تجيهم في 13.05. Okay. There was a decrease in the age. صافي دير العمر تاعهم راه هبط السنه هذه. Donc, في 20 في ظرف 20 سنه. Parce que بكري لو كان تهبط لتحت تلقى بلي هو 13.22. فوالا، ميرسي ميهوب، هذا ما كان حبيت برك ما يقولوش بلي راني نكذب. ميرسي ميرسي، دليل يا رب. دليل دليل دليل، هو كان يهضر ما يقدرش يجيب دليل. بريميرمون دار ادعاء على البلوغ، ما قدرش يجيب دليل، بيان سور يكذب. انا اللي هو نورمالمون هو الحجة على من يدعى، انا نروح نجيب له الدليل. نورمالمون هذه تلقاها غير عند المسلم فقط، كاع عند الناس كيعلموهم باللي الانسان لما يدعي شيء هو اللي لازم يجيب الدليل، المفروض انت هو اللي يجيب الدليل تاع البلوغ. الاولى هذه ما جبتهاش، الزوجه قلت كاين دراسه علميه، وين راهي هذه الدراسه العلميه؟ اين هي؟ جيب لنا هذه الدراسه العلميه. انا هنا شوف العصا، العصا هنا يا ميهوب، علق الصوت حتى يراه الكذابين والخراطين. وكنت تكذب على النووي وكلامك تاع يعني، قلت لك انا وصلوا لواحد الحد انهم يوصلوا يكذبوا في اي حاجه. المهم ندافع على الله والرسول. دراسات علميه هي تقول، ويدير استنتاجات استقراءات يعني احتماليه، بما انه البنت هي تبلغ اليوم 5 سنين، اذا عائشه كانت تبلغ. نو ماشي كيما هذا، هذا يسموه احتماليه، هذا لا بون. تفضلي يا الناس، واش حبيت تقولي؟
سلام، غير دقيقة، ما حدش بين سختكم، جيست اون سيل كيستيون، علاش ما تخلوش الناس يكملوك؟ شغل نتوما ما تسقسيش ربي، هابطي عليا، ما تجيش ديري لي دراسة، روحي حلي المايك تاعك وقولي، باسكو ما تعرفوش ديروا الحوار، باسكو كي نسقسيك نقول لك اعطيني الدليل، نقول لك تقول لي باللي الحيض كانت تمسني في السعودية العربية هذاك الوقت، كي نقول لك اعطيني الدليل تبقى تهضر لي على صباطي، تبقى تهضر لي، باسكو هذه الهضرة تاع الجوامع، كي يحكم المايك يهضر حتى تخرج، ومن يكمل يقول لكم السلام عليكم، إن الله يأمر بالفحشاء والمنكر وينهى عن المعروف، والسلام عليكم ورحمة الله، وتروحوا، ما تسقسوش تقولوا واش قلت؟ راك غلطت، ما راكش قلت الله ما ينهى عن الفحشاء والمنكر، ماشي يؤمر بالفحشاء والمنكر، جامي، ما تخدموش عقلكم، سيد ادعى شيء قال لك البلوغ، قلت له جيب لي البلوغ ما جابش، كيما انت كنتي تكذبي، قلت لي ابن القيم، انا حطيت التاكس تاع ابن القيم، ابن القيم كاع ما هضرش على هاد الصوالح، ابن القيم قال لك المراه يعني في الارضاع وفي هاد الوقت انت شهد باسكو العقل هنا ما يطلبش عقل له، زاد تسب المراه احتقر المراه، حطها في المجمع تاع الخرا، كما ربك يقول لك في الايه القرانيه وان جئتم من الغائط او لمستم النساء، قال لك الا كنت تخرى ولا تلمست المراه كيف كيف، ولا تاتوا السفهاء اموالكم، قال لك انت سافيها كالطفل الصغير، هذا الله نتاع الاسلام يهضر على المراه، ما تقولي ليش كيما هكا، انا شوفي يجي عندي واحد يهضر ويقدم الدليل على يهضر، يهضر 10 دقائق ما نقاطعوش، مي ان فوا يجيب ادعاء وما يجيبليش عليه الدليل هنا لازم نقاطعو، خاطر ما راناش في جامع ولا قهوه ولا حمام، رانا في حوار متبادل كيما انا دروك، قال لي راك تكذب في البلوغ، قال لي تجيب لي الدليل، واش درت انا؟ سكت بلعت فمي، رحت حليت الكاميرا جبت له واش يقول النووي واش يقول ابن حجر العسقلاني، قال لوسيفر جيب لي الدليل، لوسيفر قال لي افتح الكاميرا تاعك من فضلك واكتب التاكس، كتبت التاكس وقدمت له الدراسه العلميه تاع السعوديه، يعني انا ندير لكم بالقريصات والخشيبات وبعدين ما تخليش تهضروا، انا تشوفي في انا عندي جامع ولا عندي زاويه نتاع هضر ونهضر، طلعي اي واحد اللي حبيتي دروك يهضر فقط كي يدير ادعاء، انا نرفد يدي اصبعي نقول اسمح لي، يقول لي وي اتفضل اعطيني الدليل وكمل، فازم كيما هو قال البلوغ، اتفضل اعطيني الدليل على البلوغ وكمل، انا نقول البلوغ واش يقول لي؟ يقول لي ما دام اليوم كاين وحده 9 سنين نهايه حيض، اذا هذا يسموه احتماليه ماشي دليل، لانه لا يوجد دليل على الاسلام، الله يقول لك في الايه القرانيه واللائي لم يحضن، يعني الطفله الصغيره اللي ما حاضتش عندها 3 شهور، والسيد غبي يهضر على البلوغ، الله في القران يقول لك الطفله الصغيره اللي مازال ما حاضتش البيبي العده تاعها 3 شهور، يعني راه واحد دخل عليها، باسكو في الايه سوره الاحزاب 49 واش يقول لك الله؟ يقول لك يا ايها الذين امنوا اذا طلقتمهم النساء ولا يعني اذا طلقتم النساء وما نسيتهمش فليس عليهم يعني عده. تفضلي اي نزرك وهضري لنا وخليك من النصائح سيل تبلي. فتحي المايك تاعك وخليك من النصائح، قولي لنا واش حبيتي تحكي؟ واش رايك في زواج الصغيره في الاسلام؟ واه ما تكونش بالغه، انا اوتون كو انا باينه بلي ما غاديش شوي با داكور ياك، ولا الا ما يحيد خويا صافي با ديغ صغارات، ما قالش بزوز ما قال صغارات، ولا الا ما يحيد صافي ديغ وحده تزوجت في هذيك لا بيريود مازال لم تحيد وبغى يطلقها، فاهم زعما في بيريود تاع ام وان نقولو ياك لم تحيد وبغى يطلقها تما معليش واش من صغيرة في يعني وحدة 6 سنين معليش اني ناس باش تفهمي باش نفهموك باسكو ما فهمناش كلامك غير واضح، وحدة 6 سنين تزوج بواحد 5 سنين وتدخل عليها 9 سنين، ها في الاسلام هذا حرام ولا مباح؟ مباح اذا كانت بالغة بور موا، مي انا شفت بلي تفضلي عطينا شكون اللي قال البلوغ تفضلي شو نو قلت لك شفت بلي مامسي ماشي بالغة مباح شفتها واه شفتها وشنو؟ شفت بلي مامسي ماشي بالغة نورمال زعما معليش القانون الجزائري قانون الجزائري يقول لك هذا الكلام هذا لو كان انت راكي دايره اسمك وصورتك ويعرفوك الناس يدخلك عليه الحبس القانون الجزائري باسكو راكي تدعي البيدو كريميناليتي قانون جزائري هذا الشيء هذا واحد 50 سنه يتزوج بواحد 6 سنين يدخل عليها 9 سنين مام يقول لهم هي قابله والاب تاعو قابل هذا الشخص هذا كيما انت جامي في حياتك تحلمي تخدمي في مؤسسه ولا تقربي يسموه بيدو كريميناليتي يسموه اغتصاب الاطفال القانون الجزائري هذا انا مع هذا القانون باسكو يحمي الاطفال انت معاه ولا ضد هذا القانون؟ بيان سور انا ثاني معاه بون هذا القانون يتعارض مع كلام الله لانه كاين واحد القاعده في اللوجيك تقول لك يعني الناقدين ما يجتمعوش ما تقدرش تكون مع حاجه والناقد نتاعها كاين قانون جزائري يقول لك هذا الكلام بصح القانون تاع الله يحلل هذا الكلام انا
ضد كلام الله ومع القانون الجزائري. انت مع القانون الجزائري وضد كلام الله، ولا مع كلام الله وضد القانون الجزائري؟ مي علاش تدخل، علاش تخلط السياسه في الدين؟ والناس كي هادو لك دي فوا تقول لهم نو ما تجبدوش بون. غادي نعاود السؤال تاعي. كاين الان انت قلتي انا مع القانون الجزائري، قانون الجزائري يتعارض مع كلام الله، انت مع قانون الله مع كلام الله ولا مع القانون الجزائري وضد كلام الله؟ انا اريد حمايه الاطفال مع القانون الجزائري وضد كلام الله اللي يبيح انه وحده 8 سنين 9 سنين يقدر يدخل عليها واحد 50 سنه. انت جاوبيني على هذه النقطه هذه من فضلك. انا مع كلام الله، مي راني عايشه في بلاد تريسبيك. انا سمعتك مدام، نقصي التلفزيون من فضلك. والسلام عليكم. انا لا كنت تامر شوف خويا باغي غير نقول لك الله ينعلك الله ينعلك الله ينعلك، هذا اللي باغي نقوله لك. هيا وداروا كل علي المايك لا ركنا واه الله ينعلك بردتيها خلاص. هو ابالها تاع دروك زعما الناس اللي تكون باغي تبي لك البروف تسكتهم وانت تهدر. وانت عندك بروف؟ انا 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 كاع عندي بروف ما نجيبهاش لكيفكم، نتوما بروحكم ما تقابلوش لي بروف. كاع انا عندي بروف ما نجيبهالكمش، انا جيت هنا غير باش نقولكم الله ينعلكم. هذا ابا لهب وانت الله ينعلكم، زعما راك باغي بالسيف تخرج الناس من الاسلام، وانت غادي تقعد هاك غير من مور هذا التليفون ومخزون كل وليه ولعبها تعاير في الناس. كوجي تراجل بين روحك في التلفزيون، بين روحك للناس هكا، بين روحك للناس، روح للجزائر وانطق هذه الهضره. جيت راجل روح للجزائر وانطقها كيما راك عاد روحك راجل وتحل لهم المايك كيما تبغي انت وتبلعها لهم كيما تبغي انت. انت فري رخيص، انت اكبر رخص اكبر راجل رخيص في الجزائر انت. هو ديجا مشي في الجزائر انت خاطينا، انت باين راك هارب. جيت راجل وجابوك الرجال روح للجزائر وانطق هذه الهضره، وهضر على الرسول صلى الله عليه وسلم وهضر على ربي الرخيص الجايح ابا لهب. تفو عليك. كملتي خلاص ولا مازال؟ اه خلاص. جا اموا وحده جابتنا دليل، هذه جابت دليل. هاني خليتك هضرتي مدام ماك تشوفي. الو سلمى. سلمى الو السلام عليكم. سلام. كتسمعوني؟ نسمعوك مزيان. معكم سلمى من المغرب. كنت باغي غير نجاوب هاد الاخت اللي بحرات العاص كتسب فيكم من قبيل، ما عرفتش واش كتفهموا اللهجه ديالي ياك مفهوم. بيان سور بيان سور. بغيت غير نقولها حيت قالت لكم الا كنتو رجال بانوا في الجزائر وهذا هو اقوى دليل على ان دين الاسلام هو دين بربري وهو دين كيحث على القتل، حيت كون في بلاداتنا كان ممكن نخرجوا ونهضروا بوجه مكشوف وندافعوا على الراي ديالنا كون راه كلشي دارها، ولكن مالوغوزمون حيت هذا دين بربري وكيحث على قتل المرتد وكيحث على قتل اي انسان ارتد على الدين، سي نورمال انه حتى شي واحد ما غادي يقدر يمشي يهضر. هذا ماشي ضعف، ولكن هذا سي جو او مانك دو ليبرتي ديكسبريسيون سواء في المغرب سواء في الجزائر سواء في كاع لي بي مغربي. هادشي اللي كنت باغا نقول وصافي. ميرسي سلمى. طلعتي معايا افون سي لا بروميير فوا؟ نو سي لا بروميير فوا. وعندك بزاف تبع فينا؟ كنت في دوتغ لايف اي كنت في اللايف ديال هناء، جو سي با سي فو لا كونيسي بيان سور الماروكان، قالت انه لو لايف ديالك ايلي انتريسون، اي قلبت دابا وجيت نشوف شويه شنو كيتقال. اي معايا جيت مع شفت الاستاذه كتنعل وكتسب وكتقول لي وي عادي حنا انا نخليهم انا نعطيهم اياها. مي وعندك بزاف اللي خرجتي من الاسلام سلمى؟ وي صاف الوغ زعما خرجت ديفينيتيفمون صافي دابا 3 زون ولا 4 زون بحال هكاك. وكانت سهله ولا طولت؟ صراحة طول انا سي ان بو ديفيرون باسكو في الاول فاش بديت كنشك شويه كنت في ليكول في لونيفرسيتي في المغرب، اي كانوا كاع لي كوليك فان لي زامي ديالي اللي كانوا كيقراو معايا كانوا كاملين خارجين على الدين،
كنا كنجلسوا وكنتناقشوا، وانا كنت كندافع على الاسلام في هذاك الوقت، حيت ما كان كيف ما كلشي، مي ما كانوش عندي المعلومات. دوكو هما فاش بداو كيهضروا ليا شويه على شي حوايج اللي انا ما كنتش عارفاهم كاع في الاسلام، بحال الزواج الصغيره، بحال قتل المرتد، بحال الاسترقاء، المهم كاع هذوك المشاكل الاخلاقيه والايمان اللي كاينين في الدين. مشيت كنقلب، طحت على لاباج ديال واحد السيد مغربي، ما عرفتوش كتعرفوه ولا لا، سميتو هشام نوستيك. كان عندي هنايا، جي عندي هنا بيان سور هشام نعرف. دوكو بديت كنسمع شويه لهشام نوستيك، المناظرات ديالو مع الفقهاء، كاع داكشي اللي كان كيهضر، وبديت كنشك، بديت في مرحله الشك. وكان هذاك هو اول عام ديالي في ليكول دانجينيور، هو اول عام ما غاديش نصوم رمضان، كان صعيب اول رمضان ما غاديش نصومو، كان من اصعب الحوايج اللي طراو لي في حياتي. مي ابري دابا عادي، زعما عادي، بالعكس كنحس براسي مرتاحه بزاف في الحياه ديالي، و جو مسوي ديتاشي دو لا ريليجيون كومبليتوم، دونك كنحس براسي مرتاحه جدا في الحياه ديالي. ولا فامي على بالهم ولا خويا الاخ ديالي؟ وي، مي لي بارون باسكو الاخ ديالي حتى هو حتى هو ملحد، مي الوالدين لا، الوالدين كيف ما كاع الوالدين في المغرب العربي مسلمين حاجين وكل شيء، دونك كنتناقشوا بارفوا كيحسوا بيا انه عندي نظره شويه نيجاتيف، مي ما عمر زعما ما عمرني قلتها لهم بطريقه زعما ديريكت. واش رايك في هذه الحركه التنويريه اللي راهي صايره دروك في سيرت سير مو كتعرفي هنا كتعرفي شانا هادو كاع مغاربه يعني دي جن شانا امير الغليمي كيسموه الاخر ثاني هذاك سير نسى اسمه الاخر المغربي هذاك، يعني كاين بزاف مغاربه اللي راهم فريمون يفتحوا دي لايف انتريسون، وهادشي نقولها لك باللي ما كانش طالوت ما كانش موجود تماما عام ونص، يعني ما كان والو. وي اكزاكتومون، انا صراحه كنشجع، حيت كيف ما كاينين بزاف ديال المناظرات اللي كيحطوا على الدين، انا كيجيني عادي انه يكون العكس. يعني انا ما كنفهمش الناس اللي كيطلعوا كيقول لك علاش نتوما كتحطوا الناس على الالحاد، علاش كتحطوا يخرجوا من الدين، ولكن كيف ما كاينين الناس اللي كيعطيو الموعظه وكيشجعوا الناس على الدين، انا كيجيني بالعكس مزيان يكون الراي الاخر باش الواحد يطلع زعما يتناقش وياخذ الراي الاخر اوسي. دونك انا بالعكس انا تنشجع، وانا بالدور ديالي زعما دو مون كوتي مع الناس اللي كنعرفهم مازال زعما كيعجبني نتناقش معاهم ونوصل لهم الافكار ديالي، مي انا جو سوي بو، حيت هادشي بالنسبه ليا انا تنوير، انا كنعتبر ان بحال هاد لي لايف وجميع المناظرات اللي كيداروا هو تنوير للعقل، حيت بدون ميرسي سلمى هنا ايدي فين سوبر يوب هنا نعرفها كي جات جديده عندي الاولى كاع، قبل ما تبدا تفتح اللايفات وبشويه وراهي فريمون بنات اللايف اللي راهي يطلع لها حتى 1000 متابع، كنت عندها الصباح كانوا اكثر من 1200 واحد شخص يعني يسمعوا فيها، هذا شيء عظيم ما نكذبش عليك، انا كنت فريمون فيير كي كنت عندها الصباح وكانوا عندها ناس يعني خدمت غير بشويه، تتخيلي كانت تفتح كانوا يدخلوا عندها 10 20 30، اليوم راهي تفتح راه عندها لي سونتان، وهذا الشيء راه غير ينتشر كل يوم راه ينتشر طريب يعني حاجه مليحه. ميرسي سلمى، طرحتي واحد النقطه راح نهضر عليها اللي قلتيها فريمون اللي عجبتني، باسكو يقولوها عندي بزاف وانا نخليهم يقولوها، وهذه الكلمه فيها تناقض، لخاطر كما قلتي سي فري يقول لك روح للجزائر وهدر، يعني بريمير مو هدر راهم يبينوا بانه الاسلام يعني هو دين عنف، يعني ما فيهش حريه الاعتقاد، ما تقدرش تهدر كما هم يقولوا هما، ما تقدرش لازم تسكت لازم تتبع تغلق، ومام طو في اوروبا اللي راهم يهضروا عليها تشوف، يعني ساكن في النرويج يوم السبت كي تخرج تلقى المسلم داير طابله وينشر في الدين تاعو، ومام يضحك على الديانات الاخرى المسيحيه واليهوديه ومحمي من طرف الشرطه وكلش، ها بلاد الحق، ها رجال اللي كنت تهضر عليهم، هادو رجال باسكو صحاح وعارفين روحهم واثقين من نفسهم، كيما الراجل من يكون مرتو يدير لها الحجاب ويعسها ويقولها لازم تخرجي وشوفي في الارض وكلش، هذاك الراجل هذاك ماهوش واثق من نفسه بكل بساطه، لو كان واثق من نفسه مرتو تكون عريانه ويثيق فيها وعنده كومينيكاسيون عنده الاخرى تاعها ما يخافش عليها، باسكو هو شاك في نفسه موسوس، الور سي بور سا مرتو تلقاه مغطيها داير لها الاخرى تاعها وبال عليها في الدار وخايف ميت بالخوف، باسكو ما عندوش ثقه، عارف روحو بلي لي باسيفيزون
ما راهش مقنع عليك المرأة بطريقة أو أخرى، سي بور سا كون تلقى الفرصة تروح مع راجل وحد آخر، هذه الفكرة نتاعو، سي بور سا تلقاه خايف كيما لا ميم شوز تاع الدين، كيما تخليش أنت في الجزائر ولا المغرب والدين هذه تتعدى على واحد، يعني جاتكم حاجة مليحة راكم ونورمال راكم ونورمال يعني راكم تفتخروا بها وتقولوها. هذا هو المشكل، وان مصدر افتخار انك تقول اجي للبلاد ديالي وهدر الى قدرتي تهدر، هذا راه ماشي افتخار. إيه هذا الشيء بسبب كيفاش انه الدين كيلعب لك بالعقل ديالك، كي تو مانيبول وتيخليك كتشوف انه داك الشيء اللي انت كتامن به هو الحقيقه المطلقه، واي واحد كيامن بالعكس راه مرتد وراه كافر وراه ما يستاهلش الحياه وراه يستاهل جميع انواع العنف. دونك وي ميرسي ميرسي ما شيخ سلمى، ويعطيك الصحه وصافي بليزير ان تعرفنا بك. ميرسي سلمى، باي باي. Vas-y, Lucifer, Non, c'est juste pour la féliciter parce que Net Benli est très rationnel, Salmat. Benli vraiment rationnel, très très rationnel. Donc, félicitations, et ça ne m'étonne pas, l'école d'ingénieur ou là, mais vraiment félicitations parce que la façon qu'il fait être créé, vraiment tariqa mantiqiya. Et Hadja Thania, habite en Colberg, Benli. يعني هذا التهديد اللي راهم يديروا لنا، السلام عليكم، يبرهن يعني هذا التهديد اللي يديروا لنا يبرهن ان تهديد الله بجهنم لا يكفي، تهديد والوعيد تاع الله ما راهوش مسموع ولا يكفي، دونك لازم ثاني هما يديروا لك التهديد. علاه؟ باسكو ما راهمش واثقين باللي ربهم قادرين. انا نخاف لوسيفر كيقولوا لي سكرات الموت. سكرات الموت واعرين يا ربك، سكرات الموت. فكر في اليوم هذا كم هو، فكر جيب لك سكرات الموت وانت تقول تشهد لا اله الا الله محمد رسول الله، ومن بعد تموت تلقى شكوبي ما كان والو. معليش، كان واحد طلع من الصباح ويتحدى فينا. اسكندر تفضل خويا اسكندر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. واش راكم لاباس؟ راكم بخير؟ الحمد لله خويا. والله ميهوب عندي واحد بتيت كيسيون برك، حاب نسقسيك برك، وما كانش مشكل مع المستعد ندخل معك في اي حوار ولا اسئله تحب هذا. معليش خويا. بيسر صدر. انت راك متبع لي لايف تاعك ومتبع في الناس اللي راهم يطلعوا معك ويتناقشوا معك ويتحاوروا. على كل حال هذا لايف تاعك، انا كل حال ونحترم اللايف تاعك في كل الاحوال. وشو كانت تقول زعما انه الاسلام هذا دين مرتد وما كانش اله؟ انا حاجه واحده برك ثبت لي باللي الاله ما كانش برك. معليش احنا ما قلناش بريمير مو، انا مانيش ندخل معك في اي سؤال تحبه انت ولا اللي معك في الكاس كما تبغي. معليش سؤال ثبت لي نتايا. معليش شوف ثبت لي نتايا بلي ما كاش وحده بلونده هنايا في الدروات تاعي وحده روس في لاكوش تاعي، ثبت لي ما كاش، اعطيني دليل. يا درك انا سؤالي درك صديقي، انت قاعد تهضر سكر. انا نهضر لك على عبء الدليل. تعرف واش هو عبء الدليل؟ قول لي هو الدليل. عبء الدليل تعرف واش هو؟ نعرف عبء الدليل يا صديقي، ما دير سؤال بسؤال وما تناقشنيش. واش هو عبء الدليل؟ عندكم اسلوب المراوغه وعندكم اسلوب انكم ما تناقشوش وما تدخلوش في الحوار. واش هو عبء الدليل باش اثبت لي انه الاله ما كانش يقسم بالله، مستعد ندخل معاه في الالحاد. اثبت لي. تسمع ولا راك تسمع؟ راك تسمع ولا ما تسمعش؟ نسمع بيان سور نسمع. اوكي قبل ما نبداو راح نجاوب لك، بصح قبل ما نبداو اسكو تعرف واش هو عبء الدليل؟ لا ما نعرفش عبء الدليل. اوكي تعرف البينه على من؟ اسكو تعرف البينه على من يدعى؟ كيف البينه على من يدعى؟ هذه المقوله تقال للسيد ليدعي، هنا يكون فيه عبء الدليل، ولكن السيد اللي يكون عنده دليل وواثق من انه الدليل صحيح لا يدعي بالعبء. يعني عندك دليل باللي الله موجود؟ اكيد. واش هو الدليل هذا بلي الله؟ يعني سالت سؤال هذا الميهوب يثبت لي برك بلي ما كانش. ما انا ما عنديش دليل، ما نقدرش كما قال لك. وكيف يعمل درك اخويا ميهوب؟ انت درك خويا، احنا ما ناش شوف رانا ما راح نتخاطر رانا كبار والو كلش كيف والو، والدي هما رباهمش مدرسه. اصبر دوك نفهمك السؤال، دوك نفهموك بلي السؤال تاعك غبي. المشكله نتاعك انت ما راكش تقدر تربط بين السؤال تاع لوسيفر واش قال لك. كي قال لك اثبت لي بانه ما نقدرش نثبت حاجه ماشي موجوده، ما كايناش، ما نقدرش، هذه ما نقدرش نثبت حاجه ما كانش. انت هو اللي كتقول كاين الاسلام والقران وعندك تقول بلي الدليل، عندك دليل. انا ما عنديش دليل بريمير، وانا مانيش ملحد،
ما قلتش ننكر الإله، أنا أظن أن هناك يمكن قوة، يمكن هناك إله، لأني أنا مانيش ملحد، أنا ربوبي، يمكن كان إله، ولكن لا أدري، ما عنديش معلومات، ما عنديش دليل، لا يوجد دليل. كيقول لا يوجد دليل، هذا ماشي جهل، يعني ما عنديش دليل، والدليل دليل مغالطة المنطقية ما هيش دليل. ماشي بايزم نقول لك أنا عندي إله، كي تقول لي اثبت لي هذا الإله، نقول لك مكتوبة هنا في هذا الكتاب، إلهي تاعي سموه تور، كيفاش عرفت؟ عندي كتاب موجود هنا، شكون اللي كتب هذا الكتاب تور؟ شكون اللي قال لك تور هو اللي كتبه؟ شكون اللي قال لك باللي تور هو موجود في الكتاب؟ شكون اللي كتب كتاب تور؟ شكون اللي قال لك تور؟ اسموه سيدنا الظاهري بدون اعتداء. إذا الآن السؤال إليك والكرة في ملعبك، اثبت لنا، أعطينا هذه الدلائل اللي موجودة على الله تاع الإسلام، باللي هو اللي خلق الكون، هو اللي خلق البشر، هو اللي خلق، تفضل. أنا جاوبتك بكل بساطة، تفضل. ما جاوبتنيش أخويا ميهو، ما جاوبتنيش. هو غادي نعاود. نعاود. باسكو إلا عندك مشكل في الفهم نعاود لك من الزيرو. أنا